ينضم الينا من اسطنبول رئيس دائره الاعلام في الائتلاف الوطني السوري احمد رمضان. اهلا بك معنا على شاشه الحدث وفي حدث اليوم. قرى وبلدات باتت شبه خاليه بعد ان فر سكانها منها بسبب القصف العنيف على ادلب، ثم نسمع عن يعني اتفاق لوقف اطلاق النار برعايه روسيه تركيه. في البدايه نفت تركيا ثم قالت او تم الحديث عن اتفاق لوقف اطلاق النار. ما هو الموقف الآن في إدلب؟ ما الذي يعني كيف يمكن أن نصف الوضع الحالي هناك؟ مساء الخير. لا شك أن الوضع يتعلق بكامل منطقة خفض التصعيد التي اتفق عليها في سوتشي بين الجانبين التركي والروسي. كان هناك في البداية هجمات وعدوان روسي شامل أو مدعوم روسيا على الأقل على المستوى الميداني، طال ريف حماة ثم إدلب وريفها، وبالتالي كان مدعوما بسلاح الطيران بدرجة رئيسة. سلاح الطيران كان إما بقيادة روسية أو كان بإذن روسي من خلال طيران النظام، وأوقع عدد كبير من القتلى وأحدث كما أشرتم أيضا عمليات تهجير واسعة للأهالي. وصل الرقم إلى قرابة نصف مليون نسمة حتى الآن. هناك فعلا بلدات وقرى خاوية، لكن المشكلة التي واجهها الروس أنهم لم يستطيعوا التشبث أو الإمساك بالأرض التي سعوا لاحتلالها تحت وطأة النيران وتحت وطأة القصف بسبب عملية المقاومة والالتفاف أيضا الذكي لفصائل الجيش السوري الحر التي استطاعت أن تعيد تحرير جزء كبير من هذه المناطق. عند ذلك قام الجانب الروسي بطرح فكرة الهدنة، وأعتقد أنه كان من الواضح لدى الجميع أن الفكرة كانت عبارة عن عملية التفافية لإعادة ترتيب القوات على الأرض وإيصال مزيد من المساعدات التي تم طلبها سواء من دمشق أو من غيرها من المناطق من الميليشيات التي يمكن أن تساند الوحدات التي وقعت في صفوفها خسائر كبيرة. ربما لأول مرة عدد خسائر النظام وميليشياته يزيد عن عدد خسائر المدنيين الذين يتعرضون للقصف اليومي، وبالتالي تم رفض هذه الفكرة. ما لم يقم الجانب الروسي بإعادة الأمور على الأرض إلى نصابها، بمعنى تعود كما كانت المنطقة قبل بدء العدوان العسكري، كامل منطقة خفض التصعيد تخرج منها كامل القوات أولا، ويتم الالتزام بوقف النار، وقف إطلاق النار، ويتوقف القصف أيضا بشكل كامل وكلي. طيب، ولكن حتى لو تم وقف إطلاق النار بشكل كامل، ماذا بعد ذلك؟ يعني هل هناك أي اتفاق على المرحلة المقبلة في إدلب؟ وأيضا هناك من يقول بأن روسيا إذا أرادت حسم إدلب لحسمتها منذ وقت طويل. نحن دخلنا في الشهر الثاني من هذا التصعيد في منطقة خفض التصعيد. لو كانت قادرة على الحسم لفعلت، وهي استخدمت فعليا حجم كبير وهائل سواء من سلاح الطيران أو القصف المدفعي وقصف الدبابات، وأيضا دفعت بعدد كبير من الوحدات العسكرية التي تدعمها فعليا، أي الوحدات المدعومة من قاعدة حميميم إلى المنطقة. ولكن كما أشرت عدد الخسائر كان أكبر من عدد الخسائر التي وقعت في الجانب المدني. الرؤية المستقبلية هي نتيجة أولا التفاوض الذي يتم. هناك منطقة يعني تجري فيها علاج النقاط المختلف عليها، تم إنشاء منطقة عازلة على سبيل المثال أو الإشارة في الاتفاق، وبالتالي لم يكن هناك مبرر لهذا الهجوم على الإطلاق أو استمرار عمليات القصف. طيب، ولكن اسمح لي أستاذ أحمد رمضان، لماذا يبدو أن نتكيف مع مسألة استمرار القصف؟ نعم، لماذا يبدو أن هناك لا توجد رؤية واضحة حول ما الذي سيفعل في إدلب؟ ما الذي سيفعل في منطقة خفض التصعيد؟ كل التصريحات وكل الجهود منصبة على وقف إطلاق النار، يعني بالكاد العودة لما قبل بدء هذه العملية العسكرية من قبل النظام وروسيا على إدلب. هل هذا كافي في هذه المرحلة؟ يعني هو كافي من ناحية أن هذه المنطقة خاضعة للمعارضة. هناك نقطة إشكالية فيها هي وجود تنظيم هيئة تحرير الشام، وهذا الموضوع تجري عملية المعالجة له على المستوى أيضا الدولي. كل الأطراف موجودة بهذا الإطار، لكن من الناحية الفعلية لا يمكن أن تستخدم هذه العملية ضمن تصفية حسابات بين الدول. يعني بمعنى آخر الجانب الإيراني الآن الذي يواجه إشكاليات
من ناحية العقوبات والحصار يحاول الآن أن يفتح معركة في ريف حلب وفي أيضا في ريف إدلب. والجانب الروسي الذي يحاول على أن يضغط على الجانب التركي فيما يتعلق بالاتفاق في شرق الفرات مع الجانب الأمريكي أيضا يستخدم إدلب كإحدى المخارب التي يحاول أن يغرزها من أجل أن يوصل مجموعة من الرسائل. المدنيون السوريون في إدلب وفي حماة وفي حلب وفي اللاذقية ليسوا هم صندوق بريد لهذه الدول لكي توصل رسائلها إلى الآخرين، وبالتالي يجب أن يتمتعوا بكامل الحقوق التي يستطيعوا أن يعيشوا فيها على أرضهم وبين أهلهم وبكامل الحرية. هناك مشكلة كبيرة الآن، نحن نتحدث عن نصف مليون مهجر، نتحدث عن حوالي 20 منظمة إغاثية غادرت هذه المناطق، نتحدث عن مخيمات الآن تفتقر إلى القدرات الأساسية التي يمكن أن يعيش فيها الناس، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة. رغم ذلك القصف الروسي ما زال مستمرا وما زال لا يلتزم بأي اتفاق جرى معه خلال الفترة الماضية. نعم، طيب سؤال، يعني على أرض الواقع حينما يتم الحديث عن خسارة المعارضة لكل المناطق التي كانت تسيطر عليها ولم يتبقى لها إلا تلك المنطقة التي تشهد فيها تصعيد كبير جدا من قبل النظام وروسيا، ما أهمية الحفاظ على تلك المنطقة في وقت خسرت في كل المناطق مع كل التعقيدات في هذه المنطقة بالتحديد ووجود متطرفين ومتشددين فيها ليس فقط النظام وروسيا؟ يعني لا شك أن المنطقة حيوية للغاية لكنها ليست المنطقة الأخيرة. يعني نتحدث نحن الآن عن وجود الجيش السوري الحر في ريف اللاذقية، نتحدث عن وجوده أيضا في ريف حمان، نتحدث عن وجوده في ريف حلب وإدلب، وأيضا الآن هناك توجه أن يكون موجودا في شرق الفرات من خلال المنطقة العازلة التي يجري الحديث عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي الجيش السوري الحر لن يفرط بأي منطقة من المناطق التي يسيطر عليها حاليا والتي يعني استشهد في سبيل تحريرها آلاف الشباب السوري. لكن هناك الآن ضغط روسي فعليا مدعوم من الميليشيا الإيرانية من أجل محاولة توسيع مناطق النفوذ. هذه هي المشكلة الجوهرية، هناك تحالف روسي إيراني يحاول أن يتوسع على الأرض على حساب السوريين. المسألة لا تتعلق بالنظام، النظام لا يملك القدرات العسكرية واللوجستية التي تمكنه لا من السيطرة على الأراضي ولا من إدارتها أيضا. شكرا جزيلا لك رئيس دائرة الإعلام في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، كنت معنا من إسطنبول.